بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا، وتجدد اللقاء بكم في حلقتنا الأسبوعية من نوابغ مصرية. معنا النهاردة ابن من أبناء الأزهر الشريف، طالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، قارئ للقرآن الكريم ومادح للحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. معنا ابننا المبارك الشيخ زياد عادل. أهلا سيدنا الشيخ زياد. أهلا وسهلا بحضرتك يا مولانا، منورنا ومشرفنا. بنور حضرتك سيدي، ربنا يبارك فيك. في سنة كام يا شيخ زياد؟ أنا سيدي في الفرقة الثالثة، كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. الدعوة ما شاء الله رب العالمين. وطبعا الشيخ زياد بقى من المنشدين الأساسيين في مضيافة وساحة سيدنا الشيخ سعيد عمران الدح، يعني رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وعلومه. وتحية خاصة لسيدنا الشيخ أحمد سعيد عمران الدح الذي يدعم المواهب الشابة، والساحة بتاعته مفتوحة لكل المبتهلين ولكل المنشدين. ربنا يجعله في ميزان حسناته ويوسع في مدده، اللهم أمين يا رب العالمين. الشيخ زياد، أنت حصلت على مراكز من الأزهر الشريف أو مسابقات؟ الحمد لله سيدنا الفقير حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ما شاء الله في حفظ وتلاوة القرآن الكريم عام 2015 ما شاء الله، وحصلت أيضا على المركز الأول في الابتهالات والإنشاد الديني فردي 2017 وجماعي في 2020. ما شاء الله تبارك، ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا يبارك فيكم يا سيدنا. نبدأ كده بآيات من القرآن الكريم إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما.
وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين. الله يفتح عليك يا شيخ زياد. ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. هنروح فاصل ونرجع لحضراتكم تاني نسمع إنشاد ومديح سيدنا النبي مع الشيخ زياد عادل. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. رجعنا لكم تاني ودايما أقول لحضراتكم لو كان عندك هم أو غم أو ضيق أو نكد أو كرب صل على سيدنا النبي واسمع مديح سيدنا النبي، ربنا يبعد عنك الهم والنكد والضيق والكرب. نفس همومك بامتداح الهادي واجعله خير وسيلة لنجاك. بعد ما سمعنا الشيخ زياد في القرآن هنسمع بقى الأناشيد والمدائح النبوية. هيسمعنا عيني لغير جمالكم لا تنظروا. تفضل يا شيخ زياد. عيني لغير جمالكم لا تنظروا. عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطروا. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري لا صبر لي حتى يراكم ناظري لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. أنتم فروضي ونفلي أنتم حديثي وشغلي يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي الله الله جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي الله الله وسركم في ضميري والقلب طور التجلي تجلي تجلي أنتم فروضي ونفلي
أنتم حديثي وشغلي. الله الله يا قبلتي قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. الله الله الله، أنتم فروضي ونفلي، أنتم حديثي وشغلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي. اللهم بلغ رسول الله سلامنا وأشواقنا وتحياتنا، واجمعنا به دنيا وأخرى يا رب العالمين، اللهم أمين. الله يفتح عليك يا شيخ زياد. الله يبارك فيكم سيدنا ربنا. هنروح فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. رجعنا لكم تاني. المداحين المصريين اشتهروا دون غيرهم بحبهم وعشقهم لأهل البيت، وسيدنا الإمام الشافعي كان يتغنى في أهل البيت ويقول: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. النهاردة الشيخ زياد هيسمعنا حاجة عن الكريمة الشريفة العفيفة عقيلة بني هاشم ستنا السيدة زينب: إني أحبك زينب حب المحب لروحه، وبدون حبك زينب فقد المحب لروحه. يلا يا مولانا تحفنا كده. إني أحبك زينب حب المحب لروحه، وبدون حبك زينب فقد المحب لروحه. الحمد لمولانا شكرا، وأصلي على طه البدر، وارض اللهم عن العشرة وكذا عن سيدتي زينب. يا سيدة النساء مددك، راعي محسوبا قد قصدك، وبعين رضاك انظر حسبك، يا نسل الهاشم يا زينب، عاجز مسكين على بابك، لا إذ بحماك وأعتابك، يرجو من خيرة خيراتك وجزيل نوالك. يا زينب الحمد لمولانا شكرا، وأصلي على طه البدر، وارض اللهم عن العشرة وكذا عن سيدتي زينب. يا بنت علي الكرار، يا سر جميع الأسرار، أيا رحمة رب الغفار للناس جميعا، يا زينب عمت بركاتك في مصر، نورك كالبدر قد اشتهر، شرقا غربا برا بحرا، جمعا يسعون إلى زينب. الحمد لمولانا شكرا، وأصلي على طه البدر، وارض اللهم عن العشرة وكذا عن سيدتي زينب. سيدتي أحوجني زماني، ورماني بهم ودهاني،
وهجرت لأجلك أوطاني، فعسى أن تسمح يا زينب. كم جاءك مسكين يبكي وعليل من ألم يشكي، وفقير يشكي من الضنك، فأخذت بيده يا زينب. الحمد لمولانا شكرا، وأصلي على طه البدر، وارض اللهم عن العشرة وكذا عن سيدتي زينب. الله 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 الله، رضي الله عن سيدتنا زينب، ورضي الله عن كل أهل البيت الأطهار. ارضى إلهي بالآلاف عن آل البيت الأشراف. اللهم احشرنا معهم، وإن لم نعمل بعملهم رضهم عنا ورض جدهم عنا، وارض عنا برضاه عنا يا رب العالمين. اللهم أمين. أنا بشكرك شيخ زياد، شرفتني ونورتني وأسعدتني وأبهجت الجميع بهذه القصائد الجميلة. ربنا يبارك فيك ويزيدك، وخلاص يعني كلها سنة بقى وتبقى زميل في الدعوة، يبقى الشيخ زياد إمام وخطيب وقارئ ومبتهل إن شاء الله. العفو يا سيدي، احنا تلامذتكم طول عمرنا مولانا. حبيبي ربنا يبارك فيك ويوفقك، وتحياتي مرة ثانية لسيدنا الشيخ أحمد سعيد عمران الدح الذي يخرج لنا هذه النوابغ وهذه الكواكب الزاهرة في مصر. ربنا يبارك فيه يا رب العالمين، وفي كل من يدعم الشباب. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.